لا اله الا الله. فاصل والان على الطاوله استاذ ابراهيم النقيب، هل تعتقد ان الاعلام المحافظ يقوم بدوره تجاه هذا المجتمع؟ للاسف. شكرا لك استاذ ابراهيم النقيب على هذه المشاركه، والان نروح فاصل اعزائي المشاهدين. لا تروح فاصل اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم مجددا في برنامج مشكلتك. عباس عندك كاسه لو حطت لك فيها قطره ماذا تتمنى؟ اتمنى. شكرا لك محمد عباس، نطلع فاصل. طيب عدنا لكم مجددا اعزائي المشاهدين فقرة عطايب، برنامج عطايب. عطايب هذه كيف تسويها محمد عباس في السودان؟ هذه في السودان ما نسويها خلاص. تجي جاهزة هذه بس طوالي في السودان. ومين يسويها؟ يسويها في السعودية. خلصنا الان سهرة العيد، الان سهرة العيد، برنامج سهرة العيد، برنامج سهرة العيد، عندنا سهرة العيد، ما في سهرة العيد، ليالي العيد، ليالي العيد، برنامج سهرتنا، نسمع نشيد. وانتم بخير وانتم بخير. ممكن اقول شيء؟ اعزائي المشاهدين كنتم في برنامج مرضى شفاهم الله.